كنت زمان بقى ايه ها ابص للنجوم كده وبتاع ايه عبد الحليم حافظ وايه مين هو ايه يعني عاملين دوشه على ايه مع ان انا بحبه جدا وبحب غناه جدا انما لما قابله يعني فمره كنت في محل كده وبتاع وداخل وانا قاعد كده مش عارف كنت مع مين فلقيته بيقول لي قال لي الله ازيك يا عادل قلت له عبد الحليم ورحت قايم واخده بالحضن وبتاع ابتدت كان يجي يتفرج هو الاستاذ مفيد فوزي في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه في الاخر او في الكواليس يشوف المشهد بتاع الـ المحكمه